ومشاهدينا الآن معنا بالاستوديو فرح مدربة الوعي حتى نتحدث فيها أكثر بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك فرح، نورتينا، أهلا بك. صباح الجزء. يسعد صباحك طبعا، نورتينا. واليوم احنا فرحانين بوجودك لانه راح نحكي بموضوع جدا مهم وحابين نعرف وندخل بتفاصيله اكثر. اول شيء عارفين شنو، يعني عارفين شنو هو الشك وليش الشك موجود بمضمون كل انسان؟ هو الشك بما معناه ومفهومه انه هو مو شيء حقيقي، هو شيء وهمي، يعني مو شيء نابع من الداخل، هو شعور خارجي احنا ناخذه من الخارج ونتبناه ونسوي انه هو مالتنا ونقعد نمارس حياتنا به، فهو مشتت مغرس، هو مو شعور حقيقي، يعني ما ينبع من داخلنا. لذلك انه دائما يكون يشتتنا هذا الشعور، فبدال ما انه احنا انه نقعد نتقدم نتطور او نبني علاقتنا، فاحنا بالعكس احنا دا نتراجع ودا نتوقف، وبالنهايه ما دا يخلق فد شيء انه علاقه خلاقه بحياتنا. نعم. طيب شنو هي انواع الشك؟ يعني هل اكو انواع مثلا يكون اكو نوع ايجابي نوع سلبي؟ بعض الانواع ممكن تكون مرض انه الواحد، يعني اشوف بعض الناس انه يشكون بكل شيء، هل هذا يعتبر همينه مرض؟ هو صراحة ماكو شك ايجابي، بس يعني مثل ما قلنا انه هو شك يعني مشتت مغروس، يعني شيء وهمي مو حقيقي. نعم. فاكيد يعني راح يكون انه مثل المتعب لصاحبه، يعني الشخص اللي دائما يشك بكل شيء ما راح يكون مرتاح، هو اللي راح يتعب نفسه، راح يفكر انه كل الناس خطا، ويحاول جهده انه يثبت انه المقابل هذا خطا. نعم. فيقوم يدور على اي شيء، يعني حتى لو ماكو اي، يعني حتى لو ماكو اي خيط انه مثلا يدعو للشك، فهو يقوم يخترع فد شيء ويتوقع ويتخيل انه المقابل دا يسوي فد شيء خطا، ولازم اني يعني القي هذا المكان واوقعه. نعم. فهذا الانسان يتعب، هذا الانسان ما يعيش مرتاح بحياته. صحيح. نعم. حضرتك قلتي انه الشك يجي ينبع من الخارج، يعني مو ينبع من داخلنا. اي يجينا من برا. شلون يجينا من الخارج؟ يعني من شنو يجينا؟ من ناس ثانيين؟ من احداث؟ من عادات، من تقاليد، من تعلم. احنا تعلمنا انه لازم انت تشك، لازم ما تثق باحد، لازم دائما تشك اذا شفت كذا مؤشرات لازم. وكذلك همين تعلمت، خلينا نقول الزوجه تعلمت انه لازم ترى انه زوجك تدورين وراه، لازم تدورين بتليفونه، لازم تشكين. وتدورين ما تدورين نفس الشيء. يعني بغض النظر انه تعلمت المراه انه لازم تتابع الرجل، والرجل ايضا تعلم من المجتمع، من السوشيال ميديا، من الموروث، من الثقافه اللي موجوده بالمجتمع، انه هو ايضا لازم يكون يشك، واذا هو ما شك بي او ما غار علي معناها هو ما يحبني. فالمرة تبدي دوامة جديدة من المشاكل. نعم. نعم. وبالنهاية أيضا مو مريحة، وهي ما راح تكون خلاقة للعلاقة. نعم. نعم. طب شنو هو الفرق بين الشك والغيرة؟ يعني هو فرق، يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. يعني نعم. إنه الشك إنه أنا دا أريد ألقي خطأ على المقابل، الغيرة إنه يعني بها عدة، يعني عدة مسميات. يعني أكو بعض الغيرة إنه تكون قاتلة، يعني إنه هذا الشخص يريد ياخذ الشيء اللي موجود عند المقابل، ويعني انه المقابل يخسره. يعني مثلا انه شخص شاف نجاح عند المقابل يريد هذا النجاح له هو، مو للمقابل، بدل ما انه هو يفرح المقابل وانه يريد فتشي مثلا انه هو كذلك يحقق هذا النجاح. نعم. شيء مختلف تماما. نعم استاذه، حابه اسال عن موضوع انه اكو مرات مثلا تصير احداث، يعني الشك ما مثلا ما يصير يم الشخص بدون اي سبب، تصير احداث قدامه فهو يحس يتوقع انه اكو شيء دا يصير مثلا وحابب يعرف عنه اكثر، بس هي مجموعه احداث خلته انه هو هذا الشك يخلق يمه، هذا الشيء ايضا نعتبره وهم لو لا؟ هذا يعتبر معرفه انه اكو شيء، انه هو احنا نفترض انه هذا المقابل خطا واني لازم ادور وراه، واكيد اني اذا مثلا الزوجه اذا تاخر زوجها اكيد كان عنده فد شيء ثاني، اكيد كان بمكان خطا، تبدي تفترض وتشك وتتوقع والمره يعني تسوي مشكله. نعم. لكن انه مثلا هي اذا شافت بوادر انه اكو فد شيء مو طبيعي، هي دا تعرف. لان الانسان يعرف، يعني بالفطره الانسان عنده معرفه كلش قويه، بس احنا نبدي نخطئ مثلا انه نحس بشيء ونعرف انه اكو فد شيء مو يعني ما مضبوط، بس نبدي نخطئ نفسنا لا
ان بعض الظن اثم ونوع. نعم اكيد انه نعم. اني ظالمته. نعم. يعني المشاهدين كان عبالهم انه هو الشك والمعرفه نفس الشيء، ولكن المعرفه طلع شيء ثاني، من انت تكتشف شغلات وتقوم تلحق ورا، فانت تريد تعرف اكثر توصل للحقيقه، ولكن من يكون الموضوع مو موجود وانت تحط افتراضيات مو موجوده، فهنا أي يكون الشك. تعلموا اي انه نعم. مجرد انه هم تعلموا من المجتمع انه اني لازم اشك فهذا مو صحيح. والمعرفة أيضا يعني مو شرط أنه أنا إذا عرفت أنه أكو فد خلل أو فد مشكلة بالموضوع أو بالعلاقة أنه أنا لازم أروح أدور وأسوي الدور المحقق، لا، أنه أكو غير أشياء أنا ممكن أسويها، أنه حتى أنه أنا أطلع من هذا المكان، أنه أنا أكون مرتاحة، أنه أكون سعيدة بالعلاقة اللي أنا بيها. نعم. طيب بعض الأحيان الواحد مثل ما قلتي أنه هو ممكن يشك باللي حواليه، ولكن هذا الشك يخليه أنه هو ما يكون مرتاح مثل ما حضرتك ذكرتي، وبعض الأحيان حتى يشك بكل الناس اللي حواليه. زين هنا شلون هو يقدر يطلع نفسه من هذه المتاهة اللي هو بيها؟ يعني لحد شو وقت راح يبقى بهذه الطبيعة؟ ممكن بعض الأشخاص يعني هم ما عندهم مشاكل شخصية صارت وياهم حتى يشكون، لا، يشوفون اللي حواليهم، مثلا صديقتها زوجها ديخونها فتشك بي، فهي تقول يعني أكيد أنا هم زوجي هم أنا هيكي، يعني تجيب أحداث غيرها لبيتها. نعم. أي هاي مثل ما قلنا أنه مثلا من المجتمع أنه يتعلمون تأثير الأحداث، أنه شافت فتشي على السوشيال ميديا، شافت مسلسل، تتوقع أنه هذا المسلسل راح يصير حياتها هي. نعم. تبدي تعيش هذا الأكشن، تسوي لها مشاكل، تخلق لها مشكلة، أو حتى الرجل يعني مو بس المرأة طبعا. نعم. الرجل ممكن يخلق لها مشكلة من تحت القاع، وأنه يسوي لها مشكلة بداعي الشك وهو مو صحيح يعني. نعم. فممكن الإنسان يعني يتفادى هاي الأمور من خلال أنه هو يشتغل على نفسه طبعا. نعم. يعني إذا واحد يريد يشتغل بوعي على نفسه وعلى حياته من كل الجوانب، يعني يشتغل على نفسه هو، على ذاته، ما يشتغل على الآخرين. نعم. يعني يغير نفسه بدال ما انه هو يقعد يحاول يغير الاخرين. نعم. يعني شنو هي الطرق اللي يغير نفسه؟ مثلا هل هو يحكي ويا نفسه مثلا يقول ماكو هيك شيء، انا لازم ما افكر بهذه الطريقه، او شنو الاساليب؟ مثلا اكو مثلا طرق معينه، ممكن الرياضه يعني تحسن طاقته وتخلي يعني يومه يكون اسهل واحسن، أو وما يشك باللي حواليه. يعني ممكن انه حتى الواحد لما يكون انه ده يشتغل يلهي روحه، ما يفكر بهوايه اشياء، مثلا هذا هيك سوى، هذاك وين راح، ويشك بكل الناس اللي حواليه. يعني إذا واحد يريد يطلع من هذا المكان اللي هو الشك، وهذا أو كل المشتتات المغروسة، لأن إحنا مثل ما قلنا إنه هو الشك شعور. نعم. فإذا واحد يريد يطلع من كل هاي المشاعر اللي هي ما قاعدة تخلق بحياته، فلازم يشتغل على نقاط، خمس نقاط يشتغل عليها بحياته هو. نعم. فالنقطة الأولى إنه هو يكون بالسماح. السماح هو إنه أنا أسمح للمقابل انه يكون مثل ما هو يريد يكون، بدون انه اني احاول اغيره، وانه اني مثلا ما اسمح له انه يكون بالاختيار اللي هو يريد يختاره. يعني اكو بعض الناس عندها نمط بالحياه تحب تعيشه، مثلا يجي الزوج او الطرف الثاني بالعلاقه انه لا، انت لازم تصير مثلي، انت لازم تتغير. نعم صحيح. فهنا انه احنا ما راح نكون مرتاحين اذا احنا ما كنا بالسماح. نعم. النقطة الثانية او العنصر الثاني انه اني اكون الاكرام، اني اكرم الثاني، اكرم الشخص الثاني بالعلاقة، اكرم نفسي، اكرم وعيي، اكرم وجوده. فهنا ايضا هذا الشيء راح يسوي هواية تغيير بحياتي. العنصر الثالث اللي هو الثقة، اني اثق بوعيي، اثق بنفسي، واثق انه المقابل لا يمكن ان يتغير. لا يمكن إلا إذا هو اختار التغيير. نعم. العنصر الرابع أنه أنا أكون الشفافية، أنه أنا أكون صادقة ويا نفسي، أكون حاضرة. والعنصر الخامس اللي هو الامتنان، أنه أنا أمتن لوجودي وأمتن لوجود المقابل، حتى لو يعني مو شرط أنه هذا المقابل سوى فتشي زين أنه حتى أنا أمتن لوجوده. بس مجرد أنه الامتنان هذا هواية رح يخلق بالعلاقة. فإحنا إذا ردنا نسوي علاقة خلاقة بين طرفين، نكون هاي العناصر الخمسة، أوتوماتيكياً الناس حولنا حيتغيرون. وطبعاً هاي تشتغل على كل الجهات والمواضيع بحياتنا. نعم. شكراً. نعم. على هاي الخمس نقاط الحلوة المفيدة. شكراً. إن شاء الله يكون على المعلومات اللي قدمتيها استفرح. أهلاً وسهلاً. شكراً. أهلاً.